بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل سويا في موضوع الصحة وأهمية الصحة، وكما شرحنا سابقا وهذه تعتبر المحاضرة الثانية في موضوع الصحة العامة. كما شرحنا سابقا تعريف الصحة، وهذا كان تعريف مهم لفهم جوانب الصحة ومستويات الصحة. الآن هنتكلم عن مؤشرات والمقاييس الصحية. إيش يعني المؤشرات والمقاييس الصحية؟ يعني كيف احنا بنقدر نفرق بين مجتمع ومجتمع اخر؟ يعني كيف نعرف انه صحه مجتمع احسن من صحه مجتمع اخر؟ يعني كيف نعرف بانه والله صحتنا، صحه المجتمع الفلسطيني احسن من صحه الصوماليين؟ اكيد لازم يكون عندي بعض المؤشرات، بعض الاحصائيات، بعض الارقام اللي بتبين لي ان الموضوع، اللي بتبين لي انه فعلا يعني صحتنا أحسن من صحة الصوماليين. طبعا إلى حد كبير هناك في أدوات تستخدم لمعرفة مستوى الصحي للمجتمعات. يعني زي إيش؟ يعني مثلا أمثلة على مؤشرات صحية زي لو معدل الوفاة. كيف معدل الوفاة يكون فعلا يعني مهم؟ طبعا كل مجتمع بيزيد في عدد وفيات، سواء وفيات الاطفال والضع او الاطفال او الجنين او الجنة او غيره، تعتبر كلها كل ما زاد معدل وفيات كل ما كان اذا المجتمع، يعني حتى الوفيات من الامراض، كل ما زاد وفيات من الامراض كل ما انه فهمت ان هذا المجتمع صحته ليست سليمة، كل ما كان قل وفيات من الامراض. ايضا في حاجة يسموها يا جماعة معدل مأمول العمر، معدل مأمول العمر أو متوسط عمر. إيش يعني؟ يعني هم حسبوا بطريقة حسابية، حسبناها قبلك إحنا بطريقة حسابية، كيف أنا ممكن بطريقة عادية، طبعا كله بأمر الله، كيف إن أنا ممكن الشخص لو ولد في اليابان قديش ممكن أعيش، لو ولد في فلسطين قديش ممكن أعيش، لو ولد في مصر قديش ممكن. هذا يعني إلى حد ما بناء على إحصائيات، بناء على إحصائيات، يعني بعدين هو متوقع، يعني أكيد ممكن يموت قبله. وهنتكلم عن معدل، يعني إيش معدل؟ يعني متوسط، معدل يعني هنا بتيجي متوسط العمر المتوقع. يعني إحنا لو شفنا في فلسطين، لو شفنا هنا في قديش توقع العمر المتوقع، مثلا في اليابان هنلاقي 84، لا الآن صار يعني 89، هذه لأنه إحصائية قديمة للأسف. مالطا 80، الإمارات 75، سوريا 67، سيراليون متوسط العمر، للأسف هي موجودة في أفريقيا، متوسط العمر تبعها 35 سنة. الشخص يعني إيش معناته؟ الشخص اللي بلد في سيراليون فقط متوقع نعيش 35 سنة. ليش؟ يعني في عندي انتشار هائل وكبير لأمراض المعدية، في عندهم إيدز بشكل كبير، في عندهم أمراض معدية خطيرة جدا ممكن تؤدي إلى الوفاة. أيضا ما عندهم مش اهتمام صحي، ما عندهم مش اهتمام صحي، فطبعا ما الحمل ممكن تكون أثناء الحمل ممكن تموت، أو حتى أثناء الولادة، التلوث أثناء الولادة، هذا كله في سيراليون ممكن بس يخلي متوسط العمر متوقع هو في 35. توقع قديش احنا متوسط العمر متوقع في فلسطين؟ في فلسطين متوسط العمر متوقع تقريبا الان 74 سنة. الانسان في فلسطين لو ولد في فلسطين ممكن يعيش بطريقة طبيعية 74 سنة، هذا بدل انه فعلا في عندنا مستوى صحي كبير في فلسطين. اذا في عندي المؤشرات الصحية اللي انا بقدر اقيس فيها صحة المجتمع او بقارن فيه، معدل الوفيات، متوسط العمر المتوقع، معدل العجز، معدل المرض، قديش في أمراض، قديش معدل انتشار الأمراض. طبعا كل ما زاد معدل انتشار الأمراض سواء الإيدز أو غيرها بتقل الصحة، أكيد بتقل الصحة. أيضا نوعية الحياة اللي بيعيشها الناس من رفاهية ومن غيرها ومن اهتمام صحي. لو في اهتمام صحي بالناس، اذا فعلا لو في مراكز صحيه كثيره، في عدد اطباء كافي، في اجهزه كافيه، اذا الناس ممكن يكون في اهتمام صحي اكبر. نتكلم بشكل كبير واهم وشيء مهم جدا، وهذا هو الموجود على فلسطين، التطعيمات. طبعا كل ما كان في تطعيمات اكثر ونسبه من التطعيمات اكثر، اذا المجتمع ايضا عنده صحه احسن. لما بعرف انه مستوى التطعيمات في فلسطين
يعني يصل الى اكثر من 99%، يعني اكثر من 99% من الفلسطينيين بياخد تطعيمات، بياخد الابره هذه تحت اللي بعد الولاده وغيرها، وكل 6 شهور، كل شهرين، كل 4 شهور. هنشرح الموضوع هذا بالتفصيل، الموضوع التطعيمات. اذا بدل انه في فعلا حرص على الصحه، وعشان هيك صحه المجتمع هتكون احسن من يعني من غيره. طيب ايش اهميه المؤشرات المقاييس الصحيه؟ الكلام عنه الى حد ما. يعني اول حاجه عن طريق هذه الارقام والاحصائيات والمؤشرات ممكن احدد الصحه البدنيه للناس. طبعا لما يكون في الصومال فيش عندهم مستشفى او مستشفى واحد، او فيش عندهم تطعيمات، اذا او فيش عندهم تطعيمات اذا مستوى الصحه عندهم، او ان والله فيش عندهم مراكز ولاده، كلهم لليوم بلده يعني عند ام زكي وعند القابلات القانونيات، اذا يعني لليوم اذا في عندنا مشكله كبيره. هذا مهم كيف بدي اقارن بين مجتمع اخر. طبعا بشوف هنا نسب الوفيات الموجوده، بشوف نسب انتشار الامراض الموجوده، بشوف قديش اهتمام بالخدمات الصحيه الموجوده، هذا كله بيؤدي بيعرفني. يعني اكيد لما بدي انا اقارن بيننا احنا وبين في مثلا في المانيا، اكيد بقول والله اكيد المجتمع في المانيا صحته احسن. ليش؟ لانه والله عندهم اهتمام بالصحه اكثر، عندهم يعني عندهم نسب كبيره من المراكز العلاج، عندهم اطباء بشكل اكبر من عندنا، عندهم نسبه ممرضين اكثر، فطبعا هذا كله بيلعب دور. ايضا تكشف المواقع تحتاج الاصلاح. ايضا اي موقع ايضا في عندنا نسب معينه لكل مثلا نسبه وفيات في المستشفيات. والله لو لقيت نسبه وفيات في المستشفيات عندنا اكثر من غير، اذا هي هنا في عندنا خلل في المستشفيات وفي الخدمات. ايضا انا بقدر اقيم عن طريقه البرامج الصحيه الموجوده. وهذا الجدول اللي تكلمنا مع بعض شرحناه. هن طريقه حساب بعض المؤشرات. لا انا يعني بس تعرفوا انه في عندنا مؤشر اسمه معدل وفيات الخام، مؤشر ثاني اسمه معدل وفيات الامهات، مؤشر ثالث اذا عن طريق معدل وفيات الخام او معدل وفيات الامهات، طبعا بعرف كيف بجيبوا هنا الحساب موجود عندكم، معدل وفيات الاطفال والوضع، هذا كلها تعتبر من مؤشرات. اذا معدل وفيات، اذا الوفيات لقينا عندنا ايش؟ 3 و4 وحتى في اكثر من هيك معدلات وفيات. اذا في عندي معدل وفيات حدوث الامراض، كل مكان في ايضا زي ما قلنا حدوث الامراض بتكون اكبر، كل مكان يعني الصحه اسوأ. إذا معدل انتشار الإصابة، معدل وفيات الإصابات، معدل وفاة العام، معدل وفيات دون الخامسة، معدل وفيات السكان، معدل وفيات، بس تحفظوا له، تحفظوا بدي إياكم تحفظوا بس اللي هو المؤشرات الصحية. اللي بحب يشوف كيف جبنا هذا المعدل أو هذا المؤشر كويس، لو عرف يكون كويس، لكن هو مش مطلوب منكم. طيب إذا كيف وضعنا إحنا في فلسطين؟ ماشي الحال. كيف صحتنا في فلسطين؟ إذا بقدرش أنا أقول كيف صحة فلسطين كويسة أو مش كويسة إلا بناء على المؤشرات الصحية. منطقي. بدناش نقول والله عشان أهل فلسطين مقاومين ومحترمين وعندهم أجهزة عسكرية إذا صحتهم كويسة، ما ليش هذا ما لهش علاقة بالموضوع. إذا أنا بشوف المؤشرات الصحية الموجودة في فلسطين على أساسها بقدر أحكم إنه والله يعني ما هو يعني كيف صحة المجتمع الفلسطيني. إذا قلنا انه والله انه في عندنا فعلا لما رئيس السلطه صار تحسن في نسبه وفاه الاطفال، صار في مستشفيات اكثر، صار في اهتمام اكثر، في تغطيه في التطعيمات اكثر، في صار ارتفاع معدل العموم المتوقع تكلمنا عنه عند الولاده اكثر. يعني الحمد لله يعني الموت اثناء الولاده نادر جدا بصير عندنا في فلسطين. ليش؟ لانه من حد ما يشوف الحامل ايه معها سكر، اذا اضبط لها السكر، معها ضغط اضبط لها الضغط، معها اي مشكله تابعي نامي. فطبعا دائما الحمد لله يعني نسبه وفيات الامهات قليل جدا، وهذا يعتبر مؤشر صحي كويس. بقول لكم المفاجاه ايضا بانه المؤشرات الصحيه في فلسطين هي الافضل. نعم، مؤشرات صحية فلسطين هي الأفضل من أغلب الدول العربية المحيطة بنا. طبعا بقدرش أقول والله إحنا أفضل لأنه والله إحنا أحسن، لا، قلنا لازم أعتمد على أرقام، على إحصائيات. طبعا في كثير من الأرقام الموجودة، سواء انتشار عمر، سواء سوء التغذية، بناء على سوء التغذية، نسبة أطفال والمرضى. لكن في عندنا مؤشرات مهمة، وأنا جايب لكم إياها عشان أكد لكم إنه فعلا المستوى في الصحة في فلسطين أحسن من غيره من الدول. زي ما تشوفي مثلا نسبة النساء اللي تلقن
يعني رعايه صحيه اثناء الحمل. طب هل انتوا بتعرفوا ان والله في نساء عندنا في فلسطين ممكن يحملن ما يروحنش على دكتور؟ طبعا شبه مستحيل. عشان هيك عندنا النسبه 98 و9 اللي هي فلسطين فيها، انه نسبه النساء اللي بروحن وتلقن خدمه يعني اثناء المولود تبعهم، اذا هن حوامل يعني المقصود فيه. شايفين قديش احنا عندنا تقريبا 99%، يعني تقريبا احسن دوله عربيه، يعني احسن من لبنان واحسن من اليمن. اليمن 44 فقط في المية من النساء اللي بتلقن رعايه صحيه، بينما احنا 99% بتلقن رعايه صحيه اثناء فتره الحمل. وطبعا هذا مش غريب، وانتم بتلاحظوه تماما انه فعلا فيش عندنا حد حامل، سواء بروح للحكومه او الوكاله او بروح على دكتور خاص او بروح على اللي هو الان جي اوز المنظمات الغير حكوميه او بروح على اتحاد الكنائس. هذا كلها طبعا كلها بروح على الوكاله، كلها بتصب في خدمه اللي هو يعني الصالح الفلسطيني، الحمد لله رب العالمين. عشان هيك انا بدي اكد انه مستوى الصحه عندنا كويس، مش لانه في عندنا حماس ولا فتح ولا غيره، الحمد لله انه في عندنا اكثر من جهه تقدم الخدمات الصحيه، اكثر من جهه. في عندنا الحكومه، في عندنا الوكاله، في عندنا منظمات غير حكوميه، في عندنا اتحاد الكنائس مثلا، في عندنا احيانا التنظيمات، كل تنظيم بيعمل لنفسه عياده، عياده السلام، عياده غيرها، كل تنظيم بيحاول ينشط يعمل خدمات اجتماعيه، من هالخدمات الاجتماعيه هي المؤسسات الصحيه. فاذا كلنا، او لما بلاقيش واحد اللي عنده فلوس هو على احسن دكتور خاص وبتعالج عنده. فاذا احنا يعني العلاج على الاقل متوفر الحمد لله، وتقديم الخدمات الصحيه متوفر في فلسطين بشكل كبير كثير. في عندي مؤشر ثاني مهم جدا برضه، هو على اساسه ممكن نقيم ايضا نسبة السيدات اللي تلقن رعاية صحية اثناء ولادتهن بمساعدة كادر، اثناء مولودهن وضع المولود مساعدة كادر طبي، يعني لازم يكون على الاقل طبيب او طبيبة او يكون ممرض مؤهل للغاية. طبعا انتم هل بتعرفوا انتم يعني في الاسره او في حواليكم في ناس فعلا يعني وضع المولود الاخير بدون ما يكون تحت رعايه طبيه؟ اكيد فيش الا حالات صدفه يعني. عشان هيك نسبه تلقي رعايه طبيه في فلسطين شايفين انتم اكثر من 99%، لانه ان فعلا احنا عندنا في خدمات صحيه دائما ومهمه تقدم للاسره، للحامل، للحوامل وغيره. فطبعا شايفين دول المؤشر تبعنا هنا احسن ايضا من كل الدول العربيه، بناكد احسن من كل الدول العربيه. المؤشر عندنا ممتاز، 99% تقريبا من النساء اللي وضع المولود الاخير كان تحت اشراف كادر طبي مؤهل. اذا وضعنا الصحي هنا كويس وبشكل عام، وبناء على هي مؤشرات تثبت انه فعلا وضعنا الصحي كويس. في هنا بعض المؤشرات لحد كبير مهمه، لكن انا بدي اركز على بعض المؤشرات. يعني هي متوسط العمر متوقع عندنا هنا، طبعا هذا في 2010 تغير، الان صار كان 93، صار 74 وشويه. هن صار كان 93 تقريبا متوسط العمر المتوقع في منتصف العام 2008 كان يعني، هو 2010 طلع الجدول هذا، يعني تقريبا كان 72 يعني 99 73 اكيد 74 شويه. اذا احنا متوسط العمر المتوقع 74 شويه. طبعا مين بيعيش اكثر، الذكور ام الاناث؟ الذكور عندنا في قطاع غزه بيعيشوا، الاناث بيعيشوا اكثر من الذكور. الاناث تعيش تقريبا يعني الى حد 75 سنه وشويه، الذكور ممكن يكون 74 الى شويه 73 ونص حاجه هيك، مفهوم؟ اذا عندنا الاناث تعيش اكثر من الذكور، انتبهت على القاعده بتيجي عندنا في الامتحان احيانا، الاناث تعيش اكثر من الذكور على عكس ما هو متوقع. اذا مين بيعيش اكثر؟ الاناث تعيش اكثر من الذكور. طب نسبه الولادات، مين بيولد اكثر عندنا، الذكور والاناث؟ قد يتبادل ذهنكم انه الاناث، لا، نسبة الذكور عندنا اكثر من الاناث، نسبة الذكور عندنا اكثر من الاناث، وتقريبا هي من كل 100 انثى، كل 100 انثى بيلد قبالي 103 ذكر او 104 ذكر او 103 ذكر حسب السنة. فطبعا اذا نسبة الذكور عندنا اكثر من نسبة الاناث الولادات، طبعا في ولادات الاطفال. بينما
نسبة أنه النساء بعيشن أكثر من الذكور في فلسطين. وهذا جماعة في العالم كله، مش بس عنا، في العالم كله النساء بعيشن أكثر من الذكور، هذا في العالم كله. وأيضا نسبة الولادات من الذكور أكثر من الإناث في العالم كله. ما فيش يعني دولة يكون فيها الذكور قد الإناث أو الذكور أقل من الإناث. حتى الآن إحنا شحن الصحة، وكل ما سبق هو الصحة وتقييم المستوى الصحي والمؤشرات الصحية. الآن هنتكلم عن الصحة العامة. إذن إحنا منهجنا هو مش الصحة، هو الصحة العامة. إذن الموضوع هو الصحة التي تهتم بصحة الجمهور ككل، بعيدا عن الصحة الفردية، بعيدا عن العادات الفردية. إذا أنا بتكلم عن صحة الجمهور، صحة الجمهور، صحة الناس ككل. ليش؟ لأنه مهم جدا أن يعني فيش صحة فردية بدون ما اهتم بصحة الجمهور. أنا لو اهتميت بنفسي كويس وغسلت إيدي وكذا، إذا كان الجمهور نفسه، أنا في تواصل مباشر مع الجمهور، فإذا كان في انتشار بين الجمهور هذا المرض معين، إذا حينتقل إليه. فدائما من المهم الاهتمام بالصحة العامة وهي صحة الجمهور. إيش يعني الصحة العامة؟ واحد اسمه وينسلو عرف الصحة العامة بنى علم وفن الوقاية من المرض وإطالة العمر ورفع المستوى الصحي. يعني أي جهد، أي مشروع، أي عمل بعمل بطيل العمر وبرفع المستوى الصحي، إذا هو صح عمل. أي مشروع بقلل أو بعمل وقاية من الأمراض هي عبارة عن صحة عامة. يعني أنتوا لما نقول والله إنه توصيات الصحة بأنه كل الناس تلبس كمامات، هذا أكيد صحة عامة، لأنه هي عبارة عن وقاية من المرض. إذن علم وفن الوقاية من المرض وإطالة العمر ورفع المستوى الصحي والكفاية. طبعا هذا كيف بتم؟ أنا بتكلم عن صحة الجمهور ككل مش صحة الأشخاص. إذن بتم عن طريق توفير بيئة صحية، الهواء يكون صحي، الماء يكون صحي، الغذاء يكون صحي، ايضا مكافحه الامراض المعديه اللي موجوده. انا مستحيل انا اسمح بان الكورونا تمشي في البلد زي ما عايز واقول انا والله انا عندنا صحه الجمهور، مستحيل. لازم انا اقاوم هذه الكورونا عشان احافظ على صحه الناس. اذا هي الصحه العامه. تعليم الافراد كيف بيعتنوا بصحتهم مهم. طبعا اكيد في مقابل بنقول والله لازم يغسلوا ايديهم بالصابون والمطهرات، لازم يلبسوا كمامات، اكيد هذه يعني دائما. ايضا في خدمات اسمها هنتكلم عنها بالتفصيل، اللي خدمات التشخيص المبكر، اما هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. ايضا وتوفير العلاج وتطوير الحياه الاجتماعيه. اذا ما هو تعريف الصحه العامه؟ تكلمنا، هو وفن وعلم وفن الوقايه من المرض واطاله العمر. الناس اي حاجه تدخل من المرض وتطول العمر وتكافح الامراض هي تعتبر صحه عامه. او في ناس عافوا بشكل مختلف وعباره عن جهود منظمه يقوم بها المجتمع. يعني اي جهد يقوم بها المجتمع لحمايه ونشر الصحه بين الناس وتعزيزها عن طريق اتباع اعمال اجتماعيه. ايش الفرق بين اخصائي الصحه العامه والصحه؟ يعني ايش الفرق بين الطبيب، نقول ايش الفرق بين طبيب والشخص اللي بيهتم بالصحه العامه؟ في فرق جماعة، في فرق شاسع بين الطبيب والصحة العامة. الصحة العامة موضوع مختلف عن الطب، موضوع مختلف عن الطب. ما حاجة تفهمني إنه الصحة العامة يعني هو تخصص أو لا، لا، هو الصحة العامة أي شخص دارس علوم ممكن بعدك يكمل في الصحة العامة أو دارس صحة عامة، مختلف عن الطبيب. بيش مختلف؟ بأنه الصحة العامة هذا الشخص بيكون بيهتم بصحة المجموع ككل، يعني بصحة الخدمات الصحية ككل، بهتم بالبيئة، بهتم يعني مين هو الشخص اللي بده يحرص لي على نظافة المياه؟ أكيد الشخص بتاع الصحة العامة، مش الدكتور. الدكتور ملوش علاقة بالمية، ملوش علاقة بالغذاء، ملوش علاقة بالتلوث الهواء. الدكتور بتيجي أنت مريض بعالجك والله يسهل عليك، بينما مين بهتم؟ عميل التثقيف الصحي. ايضا الطبيب هو الصحه العامه، اخصائي الصحه العامه هو الذي يهتم بعمليه التثقيف الصحي. في التثقيف الصحي يقوم، لان الطبيب ما عندوش وقت انه يقعد معك ربع ساعه وثلث ساعه.
فاذا الاهتمام بعمل التفكير الصحي بشكل اساسي هم او مسؤوليته الصحه العامه. اذا فهمنا انه الصحه العامه هي صحه المجموع تتم بتلوث البيئه من ناحيه الهواء والماء والغذاء، حنشرح بالتفصيل الموضوع هذا ان شاء الله، بينما الطبيب بيعالج الاشخاص. اذا وكانه تاتي الطبيب، يعني يتدخل الطبيب بعد ان يفشل اخصائي الصحه العامه. لما انا اجي اعمل يعني اضبط تلوث الهواء، فيش تلوث الهواء، فيش تلوث الغذاء، وفيش تلوث المياه، اكيد الناس حتروح على الطبيب اقل بكثير. لكن لا سمح الله لو انتشر تلوث في الماء، شوف قديش الناس رح يروحوا للطبيب. ايضا من ناحيه انه اخصائي الصحه العامه يكفي انه يروح على المياه من اولها قبل ما ينتشر اي مرض، ويعمل تعقيم المياه، عمليه سهله. اذا هو ايش؟ بحافظ على صحه الجمهور. بينما الطبيب لا، يعني هو بس بحافظ على صحه الشخص نفسه اللي بوجهه، مش على الناس مع بعض. ما هو تاريخ الصحة؟ الصحة العامة يا جماعة موجودة منذ فجر التاريخ. طبعا يمكن ما كانش اسمها صحة عامة، لكن هي مظاهرها كانت موجودة. يعني لما كان يصير حريق في الغابة ايش يسوي الناس؟ يجودوا. الهروب من الحرائق عبارة عن صحة عامة. ايضا لما يكون في مية ملوثة والناس ما تشربش المية الملوثة، هذا ايضا صحة عامة. فإذا هي موجودة الصحة العامة، أو في بعض الأطعمة السامة زي بعض يسميها احنا المشروم أو غيره، الفطر الأكل السام كان الناس ما تاكلوش، أو بعض الحيوانات السامة ما تاكلهاش، إذا هذا أيضا صحة عامة. وكيف نقول حتى منذ بداية التاريخ، لما يعني في قصة ابن آدم عليه السلام، لما قابيل قتل هابيل وما عرفش يدفنه، قابيل قتل هابيل وقابيل ما عرفش يدفن اخوه هابيل، فجاء الغراب ودفن اخوه. عمليه دفن الجثث هذه هي قضيه مهمه في قضايا الصحه العامه. قضايا دفن الجثث قضيه مهمه في قضايا الصحه العامه. شفتوا انتم الان لا سمح الله المصاب بالكورونا، بعد كورونا يتم دفنه ضمن احتياطات بروتوكول، ويعني ضمن قيود واسعه جدا. ليش؟ لانه ايضا هذا عباره عن صحه عامه، لا يجوز انه تخلي الشخص يعني مرمي، وهذا يعني اولا كدين لا يجوز، اضافه انه كيف انه في ممكن ينتشر كثير من الامراض عن طريق هذه الجثث. اذا عمليه دفن الجثث بحد ذاتها هي عمليه صحه عامه. الأديان كان لها دور كبير في الحفاظ على الصحة العامة. يعني تحريم الخمر، ما له من مضار، أكل الميتة، ضرب الناب، المخلب، الخنزير، كيف هذه تنقل كثير من الأمراض. فطبعا الدين الإسلامي حثنا على هذه الأشياء، تحريم الخمر. أيضا الأديان كلها حثت على النظافة، والدين الإسلامي بالذات حافظ على النظافة والطهر. إذا والصوم والطهر كل هذا يعتبر من، طبعا الصوم كشيء مهم للجسم وشيء صحي، فكأنه هذا عباره عن، كلها عباره عن الصحه العامه. اذا الصحه العامه موجوده من زمان، منذ التاريخ، من فجر التاريخ، لكن طبعا ما كانش اسمها الصحه العامه. طبعا الحضاره الرومانيه هي اللي اتكلمت انه لازم هذه فضلات الانسان، فضلات الانسان او برازه لازم اتخلص منه بشكل سليم وبشكل صحيح، ويفصل الامور عن بعض. ايضا الفرعون هو اول ما تكلموا عن انه يجب ان نحرق، يعني حلق الشعر تاع الجنود. ليش؟ لانه كان في شعر، في امكانيه انه كثير من القمل، كثير من الامراض تنتقل عن طريق الجنود هذول اللي في ازدحام كبير جدا بكون في نوم، وايضا بكونش في نظافه، يعني ما بكونش في يعني تمكن من النظافه والاستحمام اليومي. ايضا فكان في لازم عمليه وتخليد حلق الشعر. طبعا قلنا رومان ايضا ازالت جثث الموتى بشكل صحيح، لانه بخفف من انتشار الاوبا ايضا في ظاهره اسمها ظاهره الحجر الصحي، معروفه من زمان، وحتى من ايام يعني سيدنا عمر الخطاب لما قال اذا كان دخل الطاعون قريه
فلا يدخل منها احد ولا يخرج منها احد. هذه الحج الصحي هنا اللي عملناه الان، احنا لحتى الان بنعمل الحج الصحي اللي قال عنه سيدنا عمر، انه والله في كون في منطقه اقعد ما حدش لا يطلع ولا حد ينزل. صواب. هذه ظاهره الحج الصحي، انه ممنوع حد لا يطلع ولا ينزل اذا كان في وباء انتشر في منطقه، كان ايام اظن في ايحه، فكان مرض الطاعون، فكان لا ممنوع حد يطلع منها وممنوع حد يدخل اليها. هذه لليوم ضاد حاجة صحي بنطبقها إلى الآن، وهي أحسن طريقة للقضاء على مرض زي مرض الكورونا، عملية الحجر الصحي. وأهم حاجة في مظاهر الصحة العامة، وأول من سمى الصحة العامة وأيضا سموه أبو الصحة العامة، هو في طبيب إنجليزي اسمه جون سنو. جون سنو كان في انتشار كبير لمرض الكورونا، كان في انتشار كبير لمرض الكورونا في لندن بالذات، في بعض احياء من لندن. فما وكان الاسم مش كورونا طبعا، اكيد الكوليرا، كورونا الان الكوليرا، كان في انتشار كبير لمرض الكوليرا وكان تسبب وفيات كبيره جدا. هذا شاف الخريطة انتشار المرض، زي ما شاف الخريطة خريطة انتشار المرض، وحاول بقدر الإمكان يعرف لماذا ينتشر المرض في مناطق ولا ينتشر في مناطق أخرى. بعد البحث والتمحيص لقى أن كل المناطق اللي بموتوا منها الكوليرا هي تشرب من ماء من بئر واحد، بينما المناطق اللي بموتش فيها الناس تشرب من بئر آخر. فقال إذا المياه هي سبب مرض انتشار الكوليرا، وكان هذا أول تقريبا أول بحث في موضوع الصحة العامة، عشان يسموه The Father of Public Health أو أبو الصحة العامة، The Father of Public Health أو سموه أبو الصحة العامة، عشان عمل هذا إنه حيث شاف لما شاف الخريطة اللي هو الإصابات، لقى إنه الناس المصابين بيشرب هم كلهم بيشربوا ماء معين، بينما الناس غير المصابين بيشربوا من شركة مياه أخرى. فقال إذا المياه هي سبب. طبعا هم غيروا، يعني صار كلهم يشربوا من شركة مياه النقية، على هذا يعني تم القضاء على انتشار مرض الكوليرا. إذا إيش معنى صحة عامة؟ نتكلم عن صحة عامة. صحة عامة يا جماعة هي يعني أي حاجة له علاقة بالصحة، أي علاقة بالصحة هي صحة عامة. يعني صحة البيئة، شوف قديش موسى على صحة البيئة، كل مكافحة الأمراض المعدية، التطعيمات وغيرها، التثقيف الصحي وتعليم الناس النظافة الشخصية، تنظيم خدمات الطب والتمريض، العمل على التشخيص المبكر الأمراض هنتكلم عنه بالتفصيل، أيضا كل هذا تحسين الحياة والاهتمام والوقاية، هذا كله يعتبر من اللي هو صحة العامة. شايفين المخطط هذا، في المخطط مكونة الصحة العامة، طبعا في صحة شخصية وصحة بيئة. كل شخص صحة شخصية هي عبارة عن صحة عامة، كل صحة بيئة صحة عامة، كل الطب الوقائي للفرد نفسه صحة عامة، وللمجتمع هي صحة عامة. لما تشوف انت شوف العناصر كلها، تلاقي التغذية والرياضة والتحاليل وصحة الأم، تصير فضلات صحة الأغذية، كلها تعتبر تفتيش صحي. عمل إحصائيات بحد ذاته، هو إيش عمل؟ يعني هو إيش عمل جون سنو؟ عمل إحصائيات وشاف وين المناطق اللي بنتشر فيها الماضي ومناطق بنتشر فيها. عمل الإحصائيات زي ما بعمل إحنا اليوم، كل يوم بطلعون إحصائية للكورونا وقديش مات وقديش أصيب، والمناطق اللي أصيب فيها الناس، والمناطق اللي يعني منتشر فيها المرض. إذا هذا عبارة عمل إحصائيات بحد ذاته، هو أكيد صحة عامة، صحة البيئة صحة عامة. اللي طبعا استعمال بعض التطعيمات، اكيد التطعيمات هي عباره عن صحه عامه. اذا في عندي وظائف اساسيه للصحه العامه، اكيد الوقايه من الاوبئه زي ما قلنا، حمايه البيئه، تعزيز السلوك الصحي، هنتكلم عن تعزيز السلوك الصحي بتفصيل ما نوصله، تفعيل عمل مجتمعي، الاستجابه للكوارث ايضا هو لازم يكون عندهم تصور عن كده. احنا الان الاشياء اللي عملناها يعني في اثناء الحرب، وكيف انه الناس اتجمعت في المدارس، ايضا كان لازم يكون في استجابه للكوارث، وايضا هدم البيوت والناس وين سكنت، ضمان جوده واتاحه رعايه صحيه. طبعا نستنتج من هنا
انه الصحه العامه يعني اشمل واوسع كثير موضوع الصحه، يعني لها علاقه بالصحه الشخصيه وصحه البيئه وطب الوقايه وطب. اذا فالصحه العامه مفهوم واسع وكبير. في عندي جزئيه هنا، الصحه العامه مستند البيانات، المقصود فيه انا والله قبل ما اعمل او اقيم او اطبق اي مشروع صحي لازم يكون هذا التطوير او التقييم او التطبيق مبني على ارقام، على مؤشرات، على حاجات علميه، يعني زي استخدام البيانات وايضا مصادر المعلومات وطرق الانتشار، ويسمى الصحه العامه المسنده بالبيانات.